سيادة العميد، أولاً ما هي أبرز الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أمس مساءً كان هناك اجتماع للجنة الخاصة لإغاثة النازحين من مدينة الموصل. عقد هذا الاجتماع في قيادة العمليات المشتركة، وحضر الاجتماع السيد مستشار الأمن الوطني، وأيضاً السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وكذلك وزير التجارة ووزيرة الصحة، وجرى وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وأيضاً ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وكذلك قوات التحالف. بحث هذا الاجتماع عملية التنسيق، وأيضاً حضر وزير الهجرة والمهجرين كان متواجد في الاجتماع. بحث هذا الاجتماع عملية التنسيق للتهيئ لإغاثة النازحين خلال انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل العزيزة، وتوفير كل المستلزمات التي تخص النازحين فيما يخص عملية نقلهم من يعني المناطق التي ينزحون إليها إلى مناطق الإيواء، وكذلك توفير المواد التي تدخل في موضوع التدفئة من خلال وزارة النفط، أيضا المواد الغذائية من خلال وزارة التجارة، وكذلك تهيئة كوادر طبية وأدوية ومستلزمات للمواطنين، لا سيما وأنه نحن ندخل على فصل الشتاء، والحفاظ على أرواح المواطنين وصحتهم هي من أولويات القوات المسلحة العراقية. التنسيق جرى بشكل كبير، وكان هناك حقيقة كل ما يتطلب النازحين مستعد، هناك استعداد كبير من قبل الوزارات لتوفير للمواطنين النازحين. هذا الاجتماع مثل ما اشرت جرى في قيادة عمليات مشتركة، وبحث كل السبل لتذليل الصعوبات التي تخص العوائل التي ستنزح خلال العمليات العسكرية ومناطق الإيواء والخيم وما تحتاجه، كل مستلزمات إيواء النازحين. أيضا وفي ختام الاجتماع سيكون هناك إن شاء الله اجتماع القادم، سيحضر هذا الاجتماع وسندعو في الاجتماع القادم السيد محافظ نينوى وكذلك مجلس محافظة نينوى، لغرض أن يكونوا متواصلين خلال كل هذه الفترة لغرض تنسيق والتهيؤ للعمليات العسكرية واستقبال النازحين حال انطلاق العمليات العسكرية إن شاء الله. طيب سيادة العميد، هل هنالك خطط أو نوايا لإنقاذ المحاصرين أو إخراج الحالات المستعصية من مدينة الموصل مثلا أو كافة مناطق الاشتباك؟ يعني سيدي الكريم، في كل العمليات العسكرية التي جرت وكان آخرها في مدينة الشرقاط، يعني القوات المسلحة العراقية استطاعت أن تحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ودورهم، وحقيقة كانت عمليات ناجحة بكل مقاييس العسكرية فيما يخص الموضوع الإنساني. هم من الأول كقيادة عمليات مشتركة هو الحفاظ على أرواح المواطنين، لا سيما أن مدينة الموصل العزيزة تضم بحدود 1 إلى 1.5 مليون مواطن من أهل الموصل. أيضا لدينا كل الخطط التي نعمل عليها ونهيئ كل مستلزمات ما يخص النازحين والحالات المستعصية وما يحتاج المواطن من عملية نقلة وعملية إيواء، وكذلك والمواد التي تدخل في عملية التدفئة، المواد الغذائية. جهد كبير تبذله قيادة العمليات المشتركة من خلال التنسيق مع كل الوزارات المختصة، وأيضا من خلال ممثلية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وكذلك عمل يجري على قدم وساق قبل انطلاق العمليات العسكرية وخلال انطلاق العمليات العسكرية إن شاء الله. يعني رسالة يجب أن تصل لأهلنا في مدينة الموصل، هناك اهتمام كبير من الحكومة العراقية وقيادة العمليات المشتركة ومن خلال التنسيق مع كل وزارات والوزراء المختصين بعملية الحفاظ على أرواحهم ونقلهم وتوفير كل المستلزمات التي تخص عملية نقلهم وإيوائهم وتقديم الدعم الطبي والإنساني. نظرا للأعداد الهائلة داخل مدينة الموصل، إلى أي مستوى ستضمنون تأمين مخارج طوارئ أو مخارج وطرق آمنة للمواطنين أثناء المعركة؟ يعني هذا ما نعمل عليه، نجحنا في كل العمليات العسكرية، نستطيع أن نؤمن خروج المواطنين إن شاء الله. وأيضا هناك يعني الحالة هي تفرض نفسها، يعني ما جرى في الطيارة استطعنا من الحفاظ وإبقاء المواطنين داخل منازلهم وتأمين حماية لهم بحدود من 10 إلى 15 ألف نسمة. أيضا في الشرقاط
جرت نفس العملية. يعني أنا زرت الشرقاط يعني تجولت في أحياء الشرقاط، الحمد لله لم تكن هناك ولم يكن هناك جريح واحد من المواطنين، وحتى البنى التحتية كان محافظ عليها بشكل كبير، الأسواق، المحلات، المحطات الكهرباء، محطات شبكات المياه، شبكات المجاري، المدارس، كل شيء محافظ عليه في قضاء الشرقاط. لدينا خطط عسكرية، نحن نضع أمام عيوننا كل ما ممكن أن يحدث خلال العمليات العسكرية، وبإمكان أنه العمليات وطبيعة العمليات وطبيعة القطاعات تتقدم، ممكن أنه نحافظ على أرواح المواطنين من خلال إبقائهم داخل المناطق والمدن في مدينة الموصل. هناك أيضا تعليمات ستصدر إن شاء الله خلال العمليات العسكرية، قبل العمليات العسكرية وخلال العمليات العسكرية، سيتم بها توجيه المواطنين من خلال إذاعات ميدانية تم تهيئتها، ومن خلال أيضا عملية إلقاء المنشورات على المواطنين ما يهمنا. ومثل ما أشرت لحضرتك ولكل أهلي وناسي في بديت الموصل العزيزة، هو أن نحافظ على أرواح المواطنين والبنى التحتية، وهذا جهدنا الكبير. وأنت تعلم أنه في قيادة عمليات مشتركة جرى عقد هذا الاجتماع، ولا زالت هذه الاجتماعات مستمرة لغرض أن نضع كل المستلزمات، توفير الراحة والحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم الدعم الطبي والإنساني لهم خلال عملية تحرير الموصل إن شاء الله. طيب سيدي الكريم، مسؤولون في البنتاغون في التحالف الدولي تحدثوا عن استعداد داعش لاستعمال أسلحة كيماوية في المعركة، ما هي استعداداتكم، استعداد قواتنا الأمنية لهذه الاحتمال؟ حقيقة التنظيم الإرهابي ممكن أن يقوم عند أي شيء، يعني هناك أساليب إرهابية كثيرة وكبيرة قام بها عناصر التنظيم الإرهابي. لدينا معلومات استخباراتية في مخصوص هذا الموضوع، فيما يخص نوايا عناصر التنظيم الإرهابي، هناك ضربات تجري من قبل القوة الجوية العراقية وأيضا طائرات التحالف الدولي لاستهداف قدرة هذا التنظيم وتدميرها، ونحن مستعدين لكل الاحتمالات. وإن شاء الله معركة الموصل لدي أنا شخصيا تفاؤل كبير، ولدي ثقة كبيرة بأنه القوات المسلحة العراقية إن شاء الله ستنجح في مدينة الموصل، وأنا متأكد أيضا أن حال وصول طلاع القطاعات إلى المناطق في مدينة الموصل ستكون هناك وقفة كبيرة وجادة من شباب ورجال الموصل الشجعان بمساندة القوات المسلحة لطفئة عن أسرة التنظيم الإرهابي.